يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض أرباب الأموال بتوزيع ماله في حياته على أهله، على الورثة، فيعطي كل واحد نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا جائز أم يسمى عطية أو هبة؟ لا، ما في معنى. إذا عمم العطية على أولاده فلا بأس، وهذا عمم على أولاده ومشى على قسمة الله، الذكر مثل حظ الأنثيين، فلا مانع من هذا. نعم. ويقول حفظك الله، وما القول الراجح في العطية؟ هل يتساوى الذكر والأنثى أم هي كتوزيع الميراث؟ كتوزيع الميراث ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، وليس الذكر كالأنثى. نعم.